هو خلي تو ناخذ جزئيه بسيطه على التأبين للذكرى 17 في رحيله. انا السؤال اللي بنعطيه لك مركب على لضيق الوقت، والحقيقه اتمنى اني اخذ معك براح جيد في 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 هذه الذكرى. اولا الذكرى اللي تم او التأبين الراحل اشرف محفوظ، كيف كان اجواءه بشكل عام؟ لان احنا شفنا حتى دموع الرجال تدرف في هذا التأبين. ثانيا، هل هناك اهتمام من الدولة في قصة تأبين الفنانين، وخلي نسميهم المخضرمين في الفن الليبي مثل القامة أشرف محفوظ؟ ما فيش فنان ليبي خويا ممكن تم تكريمه من قبل الدولة إلا ما رحم ربي. أشرف محفوظ كرمته مدينته. نعم. كرمته مدينته وكرم مدينته ومسقط راسه. وكانت التأبين اللي حظى به أشرف محفوظ ما حظش به أي فنان في تاريخ الأغنية الليبية بصدق، يعني نقول لك يعني لما تجي تشوف الموكب الجنائزي والحضور ويومة الأربعينية حضروها يعني عدد كبير من الفنانين، أشرف محفوظ عند كل الفنانين يعني طرابلس ما فيش واحد غاب بك من الناس اللي يعرفوا أشرف لما توفى. فكان كانت يعني مدينة المرج طبعا مسقط راس أشرف محفوظ. بالأمس القريب كان أخونا رفع معيطي مسيب الخير اللي هو رئيس القسم الثقافي بنادي المروج، كان هو صاحب الفكرة صدق يعني، اتصل بينا واتصل بالشباب وكان هو صاحب الفكرة من قبل. طبعا رفع معيطي مش غريبة عليه يعني، من قبل درنا تأبينة للشاعر فتحي مرشدتي، وإن شاء الله ممكن في تأبينة ثانية للشاعر أنمر الهوني حكم نعم. من مدينة المرج. وتم طبعا في الفترة اللي فاتت حفل التأبين في نادي المروج، وكان طبعا في الموعد اخونا رفع معيطي والدكتور علي الحاسي في تقديم الفقرات للحفلة. نعم. وكنت انا من ضمن الحضور، وكانت يعني بصراحة حفل مش تأبيني، نقدر نقول أمسية إبداعية تخص بإبداعات وتراث وتاريخ أشرف محفوظ الغنائي والطرب كنوع من الذكرى ليه. طيب لو أشرنا إلى حضرتك أستاذ جمال، أبرز الأعمال اللي كتبتها للراحل أشرف محفوظ، لأن الحقيقة كلماتها رنانة دائما في عقولنا ومحفورة في تاريخ الفن الليبي، أنا متأكد إلى أمد طويل. أشرف تعاملت معه في عملين أو ثلاث أعمال تقدر تقول. كان عمل اللي هو ينوريتي في 86، وكان أول تعامل معه هو عمل لما قدم لجنة النصوص في 86، كان لجنة النصوص عبد السلام زقلام وعلي الفزاني وعبد السلام قدربوه ومصطفى اسكندراني، لجنة النصوص إجازة الأغاني. تمت إجازة العمل هذا بالدرجة الأولى ككلمات وكلحن. طبعا لحن أشرف محفوظ هي. عرفت؟ نعم. هي من الألحان أشرف محفوظ، وكانت في 86، ودرنا عمل ثاني شارك به في اليمن، لكن مع الأسف أن العمل هذه ما خذش حقه في الإذاعة. العمل اللي في 86 يا لوريتي أخذ حقه في الإذاعة أكثر يعني. اللي تقول كلمات يا لوريتي من خاطري قلبك أنا غاليت. ويا نعم. لوريتي من خاطري قربك أنا وديت، وحتى إن كان خطيت فيك الجفا مرضيت الطوعي أنا يا لوريتي. يا لوريتي مصعب رحيل الغربة جربت فيه مشواري، ومصعب جروح الفرقة رايبتنا لدياري، وفي وين ما جفيت عودت لك حنيت الطوعي أنا يا لوريتي. يا لوريتي من نبع السماح يا ودي، سامحت عصيات وما تذبل جناين وردي، وانتي اللي نسمت في وين ما حبيت بكل الصفا وديت، والطوعي أنا الطوعي أنا يا لوريتي. نعم. كان العمل هذا في 86 يعني.